مرحبا بيك في حلقة جديدة من حلقات مقهى فكري اللي أنا بحب أقدمها، وهاي الحلقة مخصوص أنا بحب أحكي في الروحانيات، وهذا جزء أصلا من عالمي اللي أنا بعيشه عادة بيني وبين نفسي، بس أجاني إلهام أشارك بعض الأشخاص المستعدين. فهذا الفيديو مش للكل، فإذا أنت حسيت إنه هذا الفيديو مش عاجبك تقدر تفشك عنه بكل بساطة. وإذا أنت بتحب الروحانيات وبتآمن بأنه الإنسان عنده قدرات جداً عالية وممكن يطور قدراته الباطنية والظاهرية، فأهلا وسهلا فيك في هذا الفيديو. بدي أحكي لك اليوم عن قدرة كيف تقدر تقرأ وتحس الأشخاص اللي حواليك. شو يعني تقرأ الأشخاص اللي حواليك؟ عادة إحنا كنا نشوف في أفلام الخيال العلمي كيف الشخص ببلش يقرأ أفكار الأشخاص الثانيين أو يسمع أفكار الأشخاص الثانيين، وكيف إنه في الفيلم ببلش إيش يستوعب إنه كيف بده يستخدم هاي القدرة أو كيف بده يعملها. هذا الإشي مش بس في أفلام الخيال العلمي، بس خليني أحكي لك الشغلة، مش كل إشي بيكون جوات الفيلم هو حقيقي، لأنه القدرات اللي الإنسان بتحلى فيها هي قد تكون أبعد وأقوى من أفلام الخيال العلمي. فما تخلي حتى أفلام الخيال العلمي تحصرك في طريقة معينة للتفكير. في علوم الفيزياء اليوم، الكوانتوم فيزيكس، الفيزياء الكمية، عم بدرسوا تأثير الذرات على بعض حتى لو كانوا في مكانين منفصلات عن بعض، وعم بدرسوا كمان كيف تأثير الذرات في أبعاد الزمان والمكان. هلأ أنا ما بدي أفوت في طريقة علمية، بتقدر ترجع على الإنترنت وتشوف المصادر العلمية لهذا الكلام اللي أنا راح أحكي لك إياه. أنا بفوت على غرفة بشوف شخص قاعد على الكنباي، لما أنا بشوفه بمجرد نظري لإله عم بحس إذا هو تمام أو مش تمام، زعلان أو مش زعلان. وصدقني صارت مع كثير ناس من غير لا ينتبهوا، بفوتوا على مكان معين بشوفوا صاحبهم قاعد، على طول بسأل صاحبه شو مالك يا زلمة، مالك زعلان؟ فهذا السؤال بحد ذاته ببين إنه الإنسان في عنده هاي القدرات، بس عادة بيستخدمها بدون وعي، وهاي القدرات موجودة ومخزنة في الDNA تبعنا. يعني كيف أنا بحس الشخص الآخر؟ أنا عم طلعت عليه، هو ما حكى اي شيء، ما عمل ولا اي شيء، كان ثابت في مكانه، ما طلع صوت عشان انا اعرف حتى من نغمة صوته اذا هو تمام او مش تمام. مجرد انه انا اطلعت عليه انا حسيته، زي كأني انا استقبلت اشي من هالته، من طاقة الشخص. فانا لما استقبلت هذا الاشي ارسلته لمركز الادراك عندي، لأنه الحيوانات على فكرة عندها القدرة على الإحساس بس ما عندها القدرة على الإدراك. الإنسان هو اللي عنده القدرة على الإدراك، يعني عنده القدرة على فهم الأشياء وتحليلها. لما أنا بستقبل شيء أنا باخذ من إحساسي من خلال حواسي الخمسة، عم بدخل على جهاز العصبي سيالات عصبية، وبالتالي هاي السيالات العصبية بتترجم على شكل شحنات جوات الدماغ، منبلش برسلها للعقل. أوكي، عشان نكون واضحين من البداية إنه الدماغ هو مش العقل على فكرة، الدماغ هو زي أنتين برسل للعقل وبستقبل من العقل. هاي معلومات جدا 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 عميقة وبتدرس في كليات اسمها كلية Spirit Science في جامعة نيويورك على فكرة، فعشان تعرفوا إنه هاي الأشياء اليوم عم تدرس جوات الجامعات، مش بس في حدا عادي هيك من الشارع عم بحكي فيها. على كل، لما أنا باخذ من الشخص إحساس معين وبترجمه لأفكار، ببلش أفهم مال هذا الشخص. وغالباً مش بس أنا بعمل هاي الأشياء بس لما أشوف شخص، تقدر تتطور فيها لمراحل إنك تبلش تحس ناس عن بعد إذا هم تمام أو لا، وهذا الإشي بتطلب تدريب جداً 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 عالي. أنا ما بدي أطلب من شخص عادي إنه يروح يتدرب يحس مثلاً في أبوه أو في حدا عزيز عليه عن بعد، بس على الأقل يفترض إن الشخص الواعي يبلش يفعل هاي القدرة مع الأشخاص اللي بيشوفهم. كنت بوقف في الجامعة أو بقعد على كرسي في الجامعة لساعات وأنا عم بتطلع في وجوه الناس، في وجوه الشباب، في وجوه الصبايا اللي بيدرسوا في الجامعة، بس عشان أفهم السيكولوجية تبعتهم، عشان أنا في عندي شغف في التواصل مع روح الناس. كنت وقتها أنا لسه مش مدرك إنه أنا عبارة عن روح، كنت دائما بسأل حالي سؤال أنا مين وليش أنا موجود في الحياة. وقتها حتى أنا ما كنت في كامل إدراكاتي وكامل وعي
وكامل القدرات اللي أنا عم بستثمرها اليوم لصالح إنه أنا أبني رسالة جدا مفيدة للأشخاص. هاي إحدى القدرات اسمها قدرة الحدس، التنبؤ، أعرف أشوف طاقة شيء معين، أعرف من خلال طاقة الشيء. وهذا الإشي مش بس يطبق على الإنسان، أنا ممكن أشوف غرض موجود في السوق ومن خلال إنه أنا أطلع على الغرض أحس طاقة الغرض، إذا هذا الغرض منيح أو مش منيح، إذا هذا الغرض رح يكون مفيد أو مش مفيد، إذا هذا الغرض ممكن يكون أصلي أو مش أصلي. فتخيل إنك أنت تكون قادر على إنه أنت تحس الطاقات من حواليك وتستثمر هاي الطاقات لتعرف شو الاشي اللي انت بدك تقدمه. على فكرة لما انا كنت بحس في الناس من حوالي ما كنت بعرف اتصرف معهم، لانك تحس في الاشخاص من حواليك هو نص الطريق، النص الثاني تتعلم كيف تتعامل مع احساسك ومع الاشياء اللي بتتعلق في الناس، يعني تتعلم كيف حتى توجه احساسك مع الناس، لانه باللحظه اللي انت بتستقبل منهم احساس وبتدرك مالهم بصير عليك الدور بس بطريقه عكسيه. لازم تفكر ايش انسب شيء ممكن انت تعمله، وخلينا نحكي مش بس لازم تفكر، لازم تحس من جوات قلبك شو افضل خيار انت ممكن تعمله لما تحس مثلا حدا زعلان. يعني ممكن انا اشوف شخص زعلان وأحس من جوات قلبي إنه لازم أتركه، مش لازم أحكي معه، مش لازم أوجه له ولا أي كلمة. ممكن أشوف صديق لإلي زعلان وأحس بهذيك اللحظة أوكي بدي أوجه له كلمة مفيدة ممكن تنفعه في حالة الزعل. لكن إذا وجهني قلبي إنه أنا أكون صامت معه بسكت، بعطيه مساحته لحاله، لأنه توجيه القلب هو رسالة لإلي ورسالة لإله في نفس اللحظة، زي كأنه لغة الكون، وعي الكون عم بحكي معاي انه انا اعطيه مساحته الحالية، لانه وعي الكون عم بخاطبه من جواته عشان يعرف شغلة معينة. واذا وعي الكون وجهني من خلال قلبي انه انا اوجه له كلمات معينة، رح اوجه له هاي الكلمات المعينة، وقتها بيكون وعي الكون او الادراك الكوني عم بوجه خطاب لإله من خلالي انا. كنت بعرف كثير أشخاص، كنت بحس في الأشخاص من حولي بس ما كنت بعرف كيف أتعامل معهم، لأنه لسه ما كنت قادر أسمع لصوت قلبي، ما كنت شجاع كفاية أنه أنا أمشي وراء قلبي وأستخدم لغة القلب الخاصة فيي كيف هي بتوجهني. فإذا أنت من الأشخاص اللي حابب تعرف عن لغة القلب أكثر، سجلت فيديو سابق بحكي فيه عن الشجاعة القلبية وكيف الشخص يبلش يستثمر في شجاعته القلبية. إذا أنت من الأشخاص اللي حاسس أنك بدك تستثمر في هذا الوعي، إذا أنت من الأشخاص اللي بدك مش بس تستقبل إحساس، بدك توجه إحساس. أنا اليوم كمان بدرب تدريبات خاصة بتتعلق في تدريبات ذهنية، كيف تتحكم حتى في دخان عود البخور. وعلى فكرة هذا تدريب عالمي كثير ناس بتتدرب عليه، موجود كمان فيديو لإلي على الإنستغرام عم بتحكم في دخان عود البخور كيف يوقف كخط مستقيم. كمان مرة هذا التدريب مش أنا اللي أنشأته، هذا التدريب موجود من زمان زمان زمان، كانوا الجوروز بتعلموا عليه كيف يوقفوا دخان عود البخور عشان يكون في عندهم صفاء ذهني. هذا الإشي هي المرحلة الثانية، هي نصف الطريق الثاني عشان الشخص يبلش إيش يكون في عنده قدرة على توجيه الطاقات من حواليه. إذا أنت من الأشخاص اللي حابب يكون في عندك توجيه للطاقات من حواليك، بدعوك تستثمر معي. اللينك أسفل الفيديو، وسلامي لك.